بس هلا بدايتها انه هلا عم نتعلم لغة شوي شوي، بلكي yeah. نشتغل بالأحذية يعني. ان شاء الحياة الله ما تكون بكون، كويسة يعني. ان شاء الله ما بكون على الدولة اني مسوية عبق يعني، بكون عضو شخص فعال. مفيد. نحن جينا لهون، نحن وضعنا بترانسكيخة شوي كان صعب، بتعرفي انه في زحمة ولاجئين كتير يعني. الحمد لله يعني كان في مكان، في دياكوني بيقولوا له دياكوني هذا بترانسكيخل، بيطالبوا الدولة يعني تعطيكم بيت. ونحن بما انه ما في عنا وماديتنا ضعيفة يعني ولاجئين، أمنا جينا قدمنا طلبنا، قلنا له انه بدنا منزل وين ما يكون يكون، ما عنا مشكلة، بدنا نعيش يعني. نحن بايتين لنعيش، عشنا ايام صعبة بس كنا محظوظين والحمد لله، كنا محظوظين يعني. اول ما جينا جينا على هالضيعة، ونحن كتير ممنونين لاني جينا على تروزندوف، ضيعة جميلة والناس اللي فيها طيبين، ونحن كتير مبسوطين هون الحمد لله يعني. عشنا ايام حلوة هون وجينا لهون، وصارنا تقريبا شي 4 اشهر يعني، كل اللي منيح شفناه، وما بنحس حالنا غريبين ابدا من هالضيعة، بنحس حالنا كأني ناس منهم، كأني هن اهالينا. نحن تركنا اهالينا، عشنا ايام حرب وعذاب، واهالينا بعيدين عنا وما بنشوفهم، بس تروزندوف هي ضيعتنا وهي اهلنا وناسنا. اي والله بس. اي والله. ان شاء الله هلا حيطين بالنا انه نتعلم، ان شاء الله هي اول خطوه، اول خطوه. وثاني خطوه لو ندخل الاولاد على المدارس يعني يتعلموا شوي، بيلتهوا بيجوا امهم بتدرسهم، مثلا انا بدرسهم يعني، بحطها يعني بشتغلها يعني، ما عندي اي مشكله ايش من كان يكون الشغل بشتغل. المهم يعني انه اعيش مثل حياتي الطبيعيه اللي كنت عايش بسوريا يعني، الشغل وعمل، لانه الزلمه من دون شغل. بس يعني بالنسبه نحن لاجئين وبدوله انه اوروبيه وما بنعرف اللغه، بالنسبه لنا القريه افضل من المدينه كتعليم اللغه. هدفنا لتعليم اللغة، أما في المدينة مدينة كبيرة يعني والناس فيه كتير يعني، بتلاقي نسبة التعليم لنا كخلطة مع الناس قليلة، بما إنه نحن لاجئين يعني إنه ما حدا رح ينتبه لنا أكتر. بس إنه القرية يعني كلهم بيحكوا لغة ألمانية، ونحن لاجئين وحيدين مثلا بهالقرية، أكيد رح نندمج ببداية نتعذب، بس بالنهاية رح نطلع بنتيجة يعني، رح نحكي إن شاء الله.